ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا العميد يحيى القسط عمر. بداية نرحب بك في نشرة الخامسة، ونريد منك لو تضعنا في صورة الذي جرى ليلة البارحة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بعد منتصف الليل غارات ثلاثة على مدينة درنا، المنطقة اللي تم استهدافها منطقة في غابة مسافر قرب حي الزنتان. حي الزنتان هذا يسكن فيه مهندسين وعمال البخارية في مدينة درنا. سبب أضرار مادية لا في المواطنين. والمنطقة الثانية اللي منطقة الفتيح، طبعا ضرب عشوائي في مزارع وهمية. ضرب في منطقة الضرار الحمر، وهذا اللي صار. الأمور الحمد لله طيبة، الأمر الأمني الحمد لله في 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 طمأنينة في مدينة درنا. الناس حركتهم احتيادية، اليوم في النشاط الرياضي بيبدأ اليوم إن شاء الله. الناس حريصة في صلاة التراويح خاصة في مسجدي العتيق ومسجد الصحابة. والأمور في ترقب والحمد لله. طيب، إلى جانب الخسائر المادية، هل هناك أي خسائر بشرية؟ لا لا، توجد خسائر بشرية، ونحن دائما لدينا مصداقية، نعلن عن كل حاجة. طيب، يقولون أن القصف يستهدف مواقع عسكرية، فهل هذا صحيح في رأيك؟ هل حي الزنتان ولا الغابة مسافر هذه خلط للكشاف، هل هذا موقع عسكري؟ نعم، هذوم استباحوا الأرض واستباحوا الأجواء، هذوم يقدموا في ولا في ولاءات. هذه مؤامرة دولية، مؤامرة استخباراتية. نحمل مسؤولية من أعطاهم الموافقة ومن أعطاهم الإذن، وسوف نقاضيهم. هذه تعتبر جرائم حرب، اللي هو قصف المدنيين في أحيائهم وهم آمنين مطمئنين. نعم، كيف هي الأوضاع الأمنية الآن في مدينة درنا، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك؟ الأوضاع الأمنية الحمد لله رب العالمين. عندنا دورية راجلة، دورية خاصة بالملابس المدنية. لا يخلو الأمر كأي مدينة في مدينة في مدن ليبيا. المشاكل العادية اللي نحاولوا نحلوا فيها، اللي يطلع القانون يسجن ويعاقب. نعم، أمورنا الحمد لله رب العالمين. طيب، بالعودة لقصف الطيران المصري على مدينة درنا، بالنسبة لتصريحات الكرامة التي تقول بأن الغارات المصرية جاءت بالتنسيق معنا وأنها تمهد لحركات برية، هل هناك أي تحركات برية على الأرض في رأيك؟ أنا أؤكد لك، طبعا نحن في مدينة درنا لنا سنة وشهر نعاني من حصار خانق. حتى الوعود وحتى التعليمات اللي جن مازال على الأرض، ما زالت مدينة درنا محاصرة. نعم، الكرامة لا يعلموا. أنا أكد لك الغارة الجوية اللي حصلت أول يوم في على مدينة درنا، أكد لك أنها ما استشارت حد ولا يعرف حد. الأجواء أنها مستباحة، مع أمور الواحد يستغرق فيها. يصل الليبي إلى أن يبيع أرضه ويجد عميل للدرجة هذه؟ نعم. سيادة العميد يحيى القسط عمر مسؤول الملف الأمني بدرنا، أشكرك.